استأنف عشية يوم الأربعاء منافسات كأس العرش لكرة القدم موسم 2013-2014 بإجراء مباريات ذهاب دور سدس عشر النهاية. معظم المباريات ستنطلق على الساعة 5، أقواها سيحتضنها ملعب الفتح بالرباط، حيث سيرحل فريق المغرب التطواني حامل لقب البطولة الوطنية الاحترافية لمواجهة فريق الفتح الرياضي في مباراة قوية بين فريقين ينتميان للقسم الأول. أما فريق الدفاع الحسني الجديدي حامل لقب كأس العرش فسيرحل لأكادير لمواجهة الحسنية. وأترككم مع البرنامج الكامل لهذا الدور.